مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض مهارات جديدة وهنعمل وصفات يا رب تنول إعجاب حضراتكم. لكن قبل ما تنطلق صفارة الحكم ونبدأ الشوط الأول، اسمحوا لنا نهني النادي الأهلي بالفوز في ماتش امبارح. يعني كل الأمنيات والتوفيق يا رب للنادي الأهلي، وفرحة دايما لكل الأهلاوية في كل مكان. دلوقتي بقى هنبدأ إن شاء الله حلقتنا، وهنعمل وصفة. بدأنا شوية على الأجواء بدأت تتغير، وأعتقد أجواء الخريف بدأت يعني إيه نحس بيها كده شوية. طبعا تغيير الجو ده مهم، مهم للولاد في اللبس، في نزولهم الصبح، في المشروبات اللي بيشربوها، علشان ندعم شوية قوي المناعة في الفترة دي عشان ما يتعبوش، لأن برضو النقلة دي بتبقى شوية على الكبار والصغيرين مهمة. خلينا بقى نتكلم عن ان بدأنا في الأجواء اللي فيها ساعة سنة، وعايزين نعمل أكلات لطيفة وتدي برضو طاقة حلوة. من الوصفات الحلوة القديمة اللي كنا متعودين عليها برضو هي البطاطس المحشية باللحمة المفروم، كنا كتير بنحبها وبتتعمل في العزومات وبتبقى جميلة جدا. النهاردة أنا عايزة أعملها مع حضراتكم كده من الألف للياء، وإن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. يلا نقول بسم الله، نقول الأول المقادير ونتكلم عن الوصفة وإحنا شغالين. عندي البطاطس المحشية بطاطس متوسطة، طبعا البطاطس اللي هختارها للوصفة دي بطاطس طبيخ وليست بطاطس تحمير. وعندي زيت، شوية زيت مش كتير للتشويح. اللي عايز يعملها في الفرن برشة زيت بالبخاخ ويتحط في الفرن وتتقلب برضو ماشي، يبقى زيت زيتون، عشان خلينا برضو إيه نخاطب كل الـ الشخصيات وكل اللي بيحب حاجة تبقى بالنسبة له أخف. عندي العصاج اللحمة، طبعا لحمة مفرومة على حسب الرغبة، حسب الكمية اللي انتوا حابينها، يعني ربع كيلو نص كيلو زي ما انتوا عايزين. عندي ملح وفلفل، عندي بصل، وعندي فلفل رومي، عندي مكعب مرق ده اختياري، وكسبرة وقرفة، جزر مبشور، وإذا في بهارات لحمة ممكن تحل محل مكعب المرق ده، ما فيش أي مشكلة خالص، يا إما السبع بهارات يا إما بهارات اللحمة، هي بيزيد عليها شوية حاجات بس في التوابل، لكن بتبقى جميلة جدا جدا مع اللحمة. للصلصة أو للصوص اللي أنا هستخدمه، عندي ثوم مفروم حوالي معلقة كبيرة أو معلقتين على حسب، عصير طماطم تقريبا لتر أو نص لتر برضو على حسب كمية البطاطس اللي هستخدمها، وعندي ملح وفلفل، رشة كمون، رشة جوزة الطيب، مكعب مرق. هنعمل جنبها كده حاجات حلوة، لكن خلينا الأول نبدأ نشوف هنعمل إيه في الوصفة دي. أول حاجة طبعا البطاطس بتبقى عندي زي ما حضراتكم شايفينها، بقشرها وبجيب احاول اختار البطاطس اللي يعني شكلها ايه احجمها قريبه من بعض شويه، عشان ما اضطرش اقعد اساوي كتير واشيل من البطاطسايه واعمل لها قاعده والجو ده. فانا زي ما انتم شايفين كده انا مجهزاها في بايركس كده نقدمها فيه. بصوا بقى معانا مدام سعاد، يا صباح الفل، اهلا وسهلا مدام سعاد، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. انا سامع صوتي بس يا اولاد، انا سامع صوتي بس يا بصوا انا ببدا اقور كده على خفيف. طيب حضرتك حاولي تكلمينا تاني عشان انا عايزه اسمع صوتك يا مدام سعاد. بصوا باخد كده بالراحه بالراحه، هو معلش ايوه المقوار. بصوا في جزء مشرشر وجزء ناعم، الجزء المشرشر ده هو اللي بنعمل بيه الفراغ اللي حضراتكم بتشوفوه في النص كده اهو، بس اوسع له شويه وبالراحه بالراحه، عشان انا في النهايه مش عايزه ابوظ شكل البطاطساي. حلو، والحشو ما برميهوش، انا هستفيد بيه في الوصفه دي، ممكن اقدمها مع حاجات وتتحط كقاعده زي ما انا بجمع هنا كده زي حضراتكم شايفين، بوريكم كده شويه شويه اهو هنا، حبه حبه، شويه صغيرين شويه صغيرين كده، وهنا كمان بوسع بس هنا في المدخل على خفيف اهو، على خفيف خلاص اهو اهي، شايفينها ازاي؟ زي ما انتوا شايفين كده خلاص، منضف بس كده في الاخر تبقى تمام. طيب نشوف كده هتقعد ولا مش هتقعد،
على خفيف جدا. تقدروا تختاروا البطاطس الصغيرة. تعالوا نشوف كده لو ليها قاعدة بسيطة. هي ليها قاعدة على فكرة، ولو ملهاش بصوا أسويها كده بس بحيث إن هي إيه أما أجي أوقفها تقف. خلاص دي. وبعدين أنا هنا بسخن شوية زيت تشويحة خفيفة قوي، مش محتاجة يعني إيه إن أنا أعمل فيها حاجة. معانا مدام سعاد رجعت تاني، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويكرمك يا بنتي، امين. ما يحرمك يا رب. امين يا رب العالمين. تسلمي يا ربنا يخليكي. انا بشكرك جدا على الملبس، انت عاملاه جميل ويسلم ايدك بجد والله العظيم، عملتي طريقته جميله. الف هنا الف هنا، وتسلم ايد حضرتك. ربنا يبارك لك. تعبت ورايا، عايزه بس ابعت. اتفضلي، انا سامعه حضرتك، اتفضلي. مدام سعاد الصوت بيروح وبيجي، يا ريت حضرتك تحاولي تكلميني تاني، الصوت فيه حاجه. طبعا اسعدني سماع صوت حضرتك وميرسي على الدعوه الحلوه دي بجد والله، شكرا ليكي جدا. ربنا يديم على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين الصحه والعافيه يا رب. هبدا بقى هنا اخد بقى، انا بسخن الزيت شويه شويه صغيرين، اما بقى ان انا هشوحها على شويه زيت صغيرين يعني اكسر بس حته انها نيه وناشفه قوي كده، خفيف كده، او ان انا ارشها بالزيت وادخلها فين؟ الفرن على صاج عليه ورقه زبده او صاج ما بيلزقش كويس يعني يبقى كويس كده وجميل، واديها رشه كده وفي الفرن تاخد برده كده، وبعدين ابدا اطلعها عشان اشتغل فيها، تبقى عامله زي دي بالظبط. بصوا كده وهوريها برده لحضراتكم اهي، نفس الفكره في دي اهي، يعني يا دوب بس ايه نكسر عشان لما تدخل الفرن ما تاخدش وقت كتير في التسويه اهي. بصوا زي دي كده، كل دي تاخد بس لون وتبقى خفيفه ما فيهاش نسبه زيوت كتير عشان انا عايزه استفيد منها. انا طبعا عايزه اخد التشويحه الحلوه بتاعت البطاطس دي اللي هو قلب البطاطس بقى. هعمل ايه؟ اولا انا هبدا في العصاج هنا جنب حضراتكم لحد ما الزيت يسخن شويه، فهاخد كده شويه من الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم البطاطس المحشيه دي من اقدم الاكلات اللي كانت بتتقدم من قديم الازل لحد دلوقتي في مختلف فعلا انحاء الوطن العربي، بس هي اصلا اكله عثمانيه. طلبوا اللي كانوا بيعملوها زمان كانوا هم رباط البيوت الاتراك، وكانوا بالبطاطس او بالكوسه او الفلفل المحشي، ان شاء الله هنعمل بيه حاجات حلوه، وكمان كانوا ساعات بيحشوها بالرز. تعالوا بقى كده ناخد تشويحه للبصل. البصل في الحاجات اللي زي دي محشيه يعني اللي بيحب يحس طعمه بخليه كده متقطع، لكن يعني فيه شويه روح يعني باين شويه وليس ناعم قوي. اللي ما بيحبش انه يحس البصل في الاكل يبقى حضراتكم هتضربوه كويس قوي في الكب او تبشروه. رشه كده من الملح ورشه من الفلفل عشان نطعم بس البصلايه بتاعتنا كده، واضاعف هنا الايه الحراره، ونبدا بقى نشوح كده تشويحه للبصلايه دي. احنا كده بقى بص على الزيت. ممكن نحط البطاطسيه دلوقتي. طبعا لما اجي بقى اعمل البطاطس مهم قوي ان انا انشفها من الميه عشان ما تطرطش في الزيت وما تضايقكوش وما تبقاش ايه اهو. هنزلها بقى هنا بسم الله كده شويه وهقلبها علشان اهو زي ما حضراتكم شايفين كده تاخد بس تشويحه كده. وهنا البصل اهو بعمل العصاج بتاعه، ممكن بقى اعمل جنبها شويه رز حلوين. تعالوا بقى نتكلم على البطاطس دي، مفيده جدا، الولاد بيحبوها قوي بالذات في الشتاء لان هي فيها نسبه عاليه جدا من البوتاسيوم، وبتنظم تخيلوا يعني كم السوائل في الجسم بشكل كويس، وبتقلل من ارتفاع ضغط الدم. فيها فيتامين سي كمان بيقوي الاوعيه الدمويه بشكل كويس، وبتحسن صحه الجلد، وهي مفيده كمان لماسكات البشره عشان الهالات السوداء والبياض بتفتح. بصوا بقى بقلبها بس كده ايه اكثر
اهو زي ما حضراتكم شايفين. خلاص وهنا بشوح البصلايه كده، وبعدين هبدا اضيف عليها الثوم. بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه كده من الثوم المفروم اهو كده. توابل بقى مع البصل هنا في الاول بتبقى جميله، وهضيف تاني مع اللحمه اول ما تتحط، بس عشان طعم البصله يبقى حلو جوه الايه الوصفه بتاعتي. وهحط كده ممكن مكعب مرق، وده اختياري، عايزين تحطوا مكانه مكعب خضار ماشي، عايزين اللي رايح حضراتكم. بصوا بقى انا ايه، خلاص كده مش محتاجه يعني كميه زيت كبيره ولا حاجه، وهحط بقى مكانها خلاص، هجيبها هنا لحد ما نخلص الايه البصل. خليني اقفلها اهو. هنزل بقى اللحم، بسم الله، نسبه كده من اللحمه، وخلينا ايه نقلب مع البصل والثوم. هنبدا نضيف معاها الفلفل، الفلفل الاخضر ده جميل بيدي طعم حلو قوي. معانا ام اسلام حبيبتي، اهلا وسهلا. اهلا بهارات اللحمه، ازيك؟ اهلا يا روح قلبي، صباح الفل. صباح الهنا يا حبيبتي، عامله ايه يا روح قلبي؟ احساني والله مش قادره اقول لك قد ايه. سلامه عمرك، ايه كل التعب ده بقى؟ معلش والله هعمل ايه، الف بعد الشر عليك يا حبيبتي. كل اللي يجيبه ربنا كويس، الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يديم عليك الصحه. يعني لازم اكلمك ولازم اطمن عليكي، ده شرف ليا والله. ربنا يخليك، تسلم ايدك على كل حاجه حبيبتي. وعايزه اقول لك ان الاكله اللي بتعمليها دي مفضله عندي في كل عزومه بعملها. يا روح قلبي دايما عامر، دايما عامر، ربنا يخليك. يعني دي اساسي البطاطس المحشيه دي، يا روح قلبي صحه وهنا. تقيله قوي وحلوه قوي، وانا اتعلمت منك فيها برضو تكات حلوه قوي حبيبتي. ربنا يسعد قلبك، ده شرف ليا والله يا ام اسلام. ربنا يخليكي، وعايزه اقول للاهل مبروك حبيبتي، واقول لقناه الاهلي مبروك. الله يبارك في عمرك حبيبتي. يا حبيبتي، وسلامي لكل كرو البرنامج. يعني يوصل يا روحي، والف سلامه عليكي. يسلمك يا حبيبتي، ان شاء الله المره الجايه تبقي زي الفل وشافيه معافيه باذن الله. دعواتك يا حبيبتي، ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب. ليكي يا حبيبتي، ما تحرمش منك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبتي يا ام اسلام. شكرا ليكي حبيبه قلبي، وبشكر مدام ثريا كتير، وشكرا على تهنئه حضرتك وكل اخواتنا وام جوزيف، على اخواتنا المسيحيين اللي يعني هنونا بمناسبه المولد النبوي الشريف. كل سنه وانتم طيبين وتسلموا كلكم ذوق والله، شكرا جزيلا. بصوا بقى هنحط بقى شويه البهارات اللحم. انا حطيت هنا باقي لي بس رشه بسيطه من الكمون، احط رشه ملح وفلفل. خلاص ما تنسوش ان انا حاطه مكعب مرق بس كده خفيف، ومش هحط ملح كتير عشان انا حاطه مكعب مرق. هنقلب بقى الخلطه الحلوه دي، وهسيبها كده بقى في جنب اهي، المفروض بقى اسيبها تبرد. اخر حاجه هضيفها هي جوزه الطيب، رشه بسيطه. خلاص كده، ونسيبها بقى في جنب لحد ما ايه تبرد، المفروض نبردها. بسم الله. طيب هاجي بقى هنا اقلي بقى النار دي خالص. نيجي بقى هنشيل بقى كده الحاجات دي، ونبدا بقى نحشي البطاطس الحلوه دي. انا عندي الاول هنا حله، خليني اديها تشويحه حلوه بالبطاطس اللي انا ايه شويه البطاطس الحلوين دول، هقول لكم انا هعمل فيهم ايه. هاخد كده نقطه زيت واحده بس خفيفه، لان انا هحطهم ارضيه في البايركس بتاعي اهم شويه كده. اللي عايز يضيفها مع الخلطه ماشي، بس هي كاكله مع الرز والسلطه
هتبقى جميله جدا. حلو بقى، هاخد رشه كده من توابل اللحم عادي جدا وملح وفلفل، وتعالوا نقلب تقليبه حلوه. كده هنا عايزين نعمل الصلصه. خلاص ازاي يبقى طعمها روعه. خلينا ناخد كده ايه الحله الصغيره دي نعمل فيها شويه الصلصه، عشان الصلصه دي انا شايله لها فص الثوم، صلصه الطماطم. هناخد كده معلقه زيت برضو، وهشوح فيها فص الثوم اللي احنا حاطينه. بسم الله، عشان نعمل الصلصه كده ومع البهارات. انا بقسم هي نسبه البهارات واحده، ما عملتش حاجه، كل الفكره انا باخد منها شويه شويه بطعم كل حاجه بعملها. وطبعا مكعب المرق، وبعدين هنقلب تقليبه حلوه وننزل بشويه الطماطم. بسم الله كده، زي ما حضراتكم شايفين هنا خلاص البطاطس تمام. بصوا هنحشي بقى البطاطس الحلوة دي ونحط ده رق كده تحت في البايركس، وهوريكم هنعمل. خلينا نحط شوية بس صوص الطماطم خلاص، ورشة الملح والفلفل. وهنا انا خلاص هاخد بقى بايركس كده. بسم الله، وهنعمل هنا. تعالوا بقى ناخد كده شويه البطاطس دول هننيمهم هنا، وناخد تليفون معانا ورده من الشرقيه. يا اهلا يا ورده. السلام عليكم. وعليكم السلام مدام ورده، ايه الاسم الحلو ده؟ ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بحضرتك، ازيك يا روح قلبي؟ تاني يا شيف عظيمه. وحشاني. الله يسعد قلبك يا حبيبه قلبي. انا بتصل، انا نفسي اكلمك كل يوم والله يا حبيبتي. يا ده شيء يعني يشرفني ويسعدني يا حبيبه قلبي. الله يخليكي يا حبيبتي، منوره الدنيا كلها يا حبيبتي والله. الله يسعد قلبك يا رب، ما تحرمش منك ولا من ذوقك. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلميلي. منوره قناه الاهلي، وربنا يبارك لك يا حبيبتي يا رب. امين يا رب لينا وليكوا حبيبه قلبي. الله، كل سنه وانت طيبه بالمولد النبوي الشريف. وانت طيبه بصحة وعافية حبيبتي. يا رب يعودها علينا بخير ان شاء الله. امين يا رب. امين كلها يا حبيبتي يا رب. امين يا رب العالمين. يا حبيبة قلبي مدام وردة تسلمي لي، مالكيش اي طلب يا مدام وردة. منورة يا حبيبتي، منورة. تسلمي، الله يسعد قلبك. نسلم عليكي بس. الله يسلم عمرك حبيبتي من كل شر. الله يخليكي. شكرا لحضرتك في حفظ الشرف ليا، اتفضلي يا فندم. بصوا بقى البطاطس الحلوه دي. ماشي يا حبايب قلبي، انا بس لقيت المعلقه ايه مش هتسعفني، عشان كده انا حبيت ابرد الخليط، عملنا خليط تاني يبقى بارد عشان نقدر ايه نحشيها بشكل حلو. ممكن تقعد كده وتبقى جميله برده، يعني قعدوها براحتكم زي ما انتوا عايزين، مفيش مشكله خالص اهو، مش هتقول لا يعني. وعملت الخليط اللي تحت ده ايه يا حبايبي ده دلوقتي. انا ممكن احشي دول كده عقبال ما الصوص الصلصه كده تتصلصل معايا، وعقبال ما اخلص الحشو هنتظر حضراتكم في استراحه بسيطه، ترجعوا لي ان شاء الله بالسلامه، نستكمل الوصفه مع بعض، ندخلها الفرن ونشوف هنعمل ايه تاني في انتظار حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية. دلوقتي بقى احنا قفلنا اهو، حطينا قاعدة من الحشو بتاع البطاطس نفسها اللي احنا قورناها وحشيناها قدام حضراتكم اهي، وقعدناها بالشكل الجميل ده، وبنعمل الصوص اهو على جنب. ان شاء الله يكون تمام بإذن الله. البطاطس طبعا بعد ما هنحط عليها الصوص ده، حتى البطاطس اللي تحت هتستوي بشكل جميل ويبقى ليها طعم حلو. احنا بعد ما شوحناها واديناها من توابل اللحمة اللي حضراتكم شفتونا بنحطها، طبعا انا بجهز هنا الفرن. بسم الله، خليني كده ايه اخد من الصوص ده كويس قوي. بسم الله، تعالوا بقى نحط هنا. بسم الله،
كده نشرب الاول البطاطس من فوق. مهم قوي الموضوع ده. خلاص في ناس بتحب تحط لها جبنه، يعني احنا في الفصل مخرجنا استاذ ابراهيم بيقول لي احنا ممكن نحط جبنه، قلت له انا ما عنديش مشكله، بس انا شخصيا يعني انا بالذات في البطاطس دي بحبها بالطريقه التقليديه بتاعت زمان. الجبنه ممكن تتحط بس مش في المرحله دي، حضراتكم هتدخلوها الفرن وقبل ما تخرج من الفرن حطوا الجبنه وبعدين تسيح عليها فتطلع بالجبنه، ما فيش مشكله. لكن انا لو حطيت الجبنه من دلوقتي هتدي الجبنه هتاخد لون اسرع وهتبقى ايه مش الشكل الحلو مش الاحسن حاجه يعني. معلش انا بعمل كده عشان يبقى اللي تحت فيه صوص، اللي عايز ياخد بالمعلقه على الرز وياكل. واحنا دلوقتي هنعمل صنف رز كده لطيف اهو. تعالوا بقى ندخلها الفرن كده مع بعض. بسم الله، فرن حراره 180 عادي جدا على الشبكه في النص. بصوا ما شاء الله بايركس جميل يتكلم عن نفسه. وايه